شايف ستيف في حياته. علي اصطدم بيقوع على العواميد. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم بهيدي الحلقة رح نحكي على شجرة كتير كتير حلوة وزهورها كتير حلوين. هي من شجرة لشجرة، يعني بيجي اوقات حجمها صغير اوقات بيكون كبير. هلا انا اللي هون عندي اياها منا صغيرة كبيرة، رح ابرم الكاميرا وفرجيكم على ورودها ونحكي شوي عنها شوية معلومات، لان اكيد رح بتحبوها، ويلي عنده جنينة اكيد رح يحب يزرع منها ولو انه وحدة، لانه اللون الاصفر تبعها رائع. هيدي هي اصدقائي، شوفوا شو حلوة، شفتوا اللون الاصفر شو حلو فيها. بذورها كتير حلوين، وليكو البذور هول هن بذورها. اسم هيدي الشجرة هو الدفلة الصفراء، الدفلة الصفراء، اوكي؟ الدفلة الصفراء هي من عائلة الدفلة، واجمالا نبات الدفلة عصارته من جوا بتكون مؤذية للجلد ويفضل انه ما نلمسها ونبعدها عن الحيوانات الأليفة. شوفوا هون قديه كبرى، يعني هون تقريبا في طول متر 2 3 4، في شي 6 امتار طول، واصل هون طولها لست امتار. شوفوها من بعيد تتعرفوا هيدي هون شجرة العادة، يعني منا شجيرة، اوكي؟ هيدا الحجم تبعها، شوفوا نسبة للشخص اللي قاعد تحت، ليكو في شي 6 امتار. اسمها العلمي يلو اولياندر او فيفيتيا بيرفيانا، هي وحده من الشجيرات الطويله وكبيره الحجم، واللي بتتميز بازهارها الصفراء طويله الامد وعندها مظهر ملفت، وبتتصنف عامه من نبات الزينه، سهل العنايه فيها، بس مثل ما قلت لكم في لها سميه، بدنا ننتبه من سميتها، ما نخافوا انه ما نزرعها، لا ازرعوها، بس ما بعتقد حدا رح يجي، يعني لما تنبهوا ولادكم انه ما حدا يدق فيها ما رح يدقوا فيها، اوكي؟ ليكو في منها هيدا اللون وفي منها الاصفر. هون موجود البرتقالي والاصفر، شوفوا هاي بذرتها. شفتوا كيف بتطلع عصارة بيضة؟ مثل البندورة الخضراء. تنزرع بالبذور وبالعقل. ليكو قاسية. قاسية قاسية. هاي بذرتها أصدقائي. مشان هيك عم قلكن انه سامه، لانه في بقلبها هيدي العصاره البيضة، هاي الماده اللبنيه، في هاي وفي هاي. الموطن الاصلي لهيدي الشجره هو دول امريكا الاستوائيه مثل المكسيك والبيرو، وبتنتشر بجميع أنحاء العالم وخاصة بالمناطق الاستوائية. إذا بدنا نعملها تكاثر فينا من البذور، من بعد ما تنضج على الشجرة طبيعيا تنضج منشيلها ونزرع البذور بالربيع أو عن طريق العقل، فينا نزرعها على مدار السنة بس نبعد عن الشتاء. أوراقها كأنهم مغطيين بمادة شمعية، هيدا الشيء بيحفظ الماء جواتها وبيمنع تبخر العصارة من جواتها، يعني ما كتير يعني ما كتير بدها مي، اوكي؟ مشان هيك مناسبة
للدول العربية. اوكي ليكو هون بتحسوا شفتوا هيدي اللمعة على الورقة تمنع التبخر، مشان هيك لما بدنا نسقيها بدنا نسقيها بطريقة ما تكون كتير تتحمل انه تجف بين الري والتاني. ثمارة اول شي بتبلش باللون الاخضر بترجع تتحول للون الاحمر، ولما بدها تنضج بصير لونها اسود باهت. لما يصير لونها اسود باهت ساعتها نحنا فينا نزرعها بتكون نضجت. بتحب التربة الخصبة، يفضل دايما نسمدها بفصل الشتاء، سماد عضوي انتو اللي بتحبوه. اذا فينا نزرعها بشمس كاملة بيكون كتير منيح، لان لما تكبر بدها شمس كاملة، بس هي وصغيرة بقديها شمس مظللة، يعني تكون شوي جزئية، يعني ظل بيتخلله شمس، بس لما تكبر يفضل انه تكون بشمس كاملة. بالنسبة للري اكيد لازم ننظم الري، صح هي تتحمل شوي العطش بس بفترة الازهار حتى تعطينا زهر حلو ما لازم تكون عطشانة. لازم نضلنا منتظمين بالري خاصة اول الربيع حتى اوائل الخريف. تقليم ما بتحتاج كتير لتقليم، بس ممكن تقليمها خلال الخريف حتى نرجع نرجع حجمها اللي نحنا بدنا اياه. هيدي الشجرة اصدقائي ما بتحتاج لها كتير عناية، تعد شجرة يعني رعايتها كتير سهلة. بالنسبة للامراض يلي ممكن تتعرض لها شجرة الدفل الصفراء، هي عامة تعد شجرة خالية من الامراض، بس ممكن تتعرض لبعض الافات مثل البق الدقيقي والحشرات القشرية يلي بتأدي لتلف اوراق الشجرة. شجرة كتير حلوة اصدقائي، انا حبيتها، حبيت اليوم اعرفكن عليها. لو بتشوفوا هلا قد ايه في شوب بلبنان، بعرف انتو عندكم شوب بعد اكتر، بتعانوا من الشوب اكتر كمان منا بكتير. في بلدان بتوصل للخمسين درجة، في بلدان بتوصل للخمسين درجة، الله يعينكم عن جد. بس نحن هون مش متعودين على هالقد الشوب، مشان هيك يعني شهر اب بيكون كمان بعد اكتر، بس هلا جاي موجة حر ان شاء الله بتقطع على سلام علينا وعلى الجميع. واذا بتعرفوا شو في الوان، انا حسب ما بعرف في منا هيدا اللون، هول اللونين اللي شفناهم، وفي بعض الابيض. اذا بتعرفوا اذا حدا بيعرف في الوان غير يصحح لي معلوماتي. انتبهوا على نباتاتكم هلا بهيدا الجو، لما يكون في كتير شمس ما تخلوا النبات لفترة طويلة، خاصة اذا كانوا بقصيص ما تخلوهم كتير لفترة طويلة على الارض، حطوا دايما عازل بين القصيص وبين الارض حتى ما كتير يتبخر مي وتحمى ويحمو جذور النبات. وشو كمان بعد بدي وصيكم، بوقت الظهر هيدي الستيك انا ما عم بعرف استعملها، بوقت الظهر يعني وقت ما يكون صوب الساعة 12 ووحدة وتنتين وتكون الشمس كتير حارقة، إذا فيكن تنقلون شوي للنباتات، خاصة النبات اللي بتعرفوه ما بيتحمل كتير الشوب، يعني ديروا بالكن هلأ هاي المرحلة على النباتات، وإذا قادرين تغطوا النبات بشي من فوقه حتى اللي تحموه من الأشعة الحارقة غطوا. أوكي حبيباتي، ليكن باينة أنه أنا أول مرة بستعمل الستيك، عم عليها طلوها. عادة هيك أنا بصوركن هيك. مالي قلب سكر. وإيه كان بدي أقولكن شغلة بعد، إنه أنا عم جرب كل نهار خميس نزل فيديو. أوكي هاي أول مرحلة عم جرب إنه أكون منضبطة، لأن أنا إجمالا للأسف شخص منه منضبط، فكتير عفوية بتصرفاتي. بدي أجرب أكون منضبطة وإنه أنا أعمل كل نهار خميس أعمل حلقة ونتعرف على نبات او اي شيء، وبدي ابقى اجرب كمان اطلع لايف معكم. بس اذا شوي خربطت اول فتره ما طلعت مثلا ما كان النهار مزبوط قطعوا لي اياها، معلي سامحوني يعني اذا نزلته مثلا نهار جمعه او نزلته اربعه بدل خميس او شيء، يعني انه اذا صار هيك شيء، لان انا بخاف من حالي مرات ما
ماني منضبطة، أنا حدا منه منضبط للأسف. إيه ف بس عم خبركم إنه إجمالاً رح جرب كون منضبطة، وإنه كل نهار خميس ننزل فيديو. انتبهوا على حالكم، وسوري إني طولت عليكم. وتعرفنا على الدفلة الصفراء يلو أولياندر وبس. بحبكم كتير عن جد. يلا باي حبيبات، ليكو ربيع ناطرني. خلصت بعدني عم صور. بدنا نروح ناكل، جوعانة. يلا حتى ناخد الشباب. فيك تسكروا بليز؟ حلوة الستيك عن جد. صورة طبيعية، ما بيشوفوا غير أدق التفاصيل ببشرتي يعني. فيني ضلنا هيك نلعب شوي. يلا يا عذراء. اصطدم بوقوع العواميد. قال هلا يطير التليفون. حس حالي هون عمال البلديه اللي معهم هون العصايه اللي بلموا فيها الاستاذ على الارض. Thank you.